الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا السلام ربي في اللون كن إجعل ربي ذاذرهم إفاد في اللون لهمون أكون يفك ربي السر ذلي سر وكن يفك ربي ثلفا السر إذا الموضوع بوسع إن شاء الله ذوا اسميس لي سر اليسر أيث مثلا ربي سبحانه يخلق غيد ذي الدونيث إن جرغ دافريذ تلويث أفريذ لهنا أفريذ الليسر يناد ذو قواليس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يوث الله لاقوم الإسلام تسدي سورة البقرة الآية 185 يريد الله لفغين ربي سبحانه ذنتساني في دينان يفغى سيون ليسر اليسر ولا يريد بكم العسر ذي المحال ثذرث بنادم أتلهو ما يلا يطفيت سي الشدة الشدة لأنه قال سي قارن يطفيت سي الزمخ سي الشدة إلها ليسر 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 ما راكين نسرحي وما ناد الحون إذ قبايليث خاطر ثقبايليث تهدر سلمعاني سلمقاصد المقاصد أكد في كوال ذا مشطوح المعنى يسمو قار مراسينين يتفانو سيك ناس تكاث تفهم المعنى ماشي كان ذا سينا يقصدين النظام إيجر نصافا معقول هذا ذا ذوال ما فرع ذا توث سيني مسلاين ما فرع ذا توث ذا شو المعنى يس ما فرع ذا ثيكناوث يجني يرعد أدي سرحي ومن إما فرع الثاسة ولا ضرع ذا انتاسة يوعار ذا غال دفكيم طون صافي ذمان ماذا هو ذمان ماذا مطون ذمان ولكن سيدي يوس المعنى أشيني ما فرع ذا تسوف ما فرع ذا ثقناو ثرع ذيني أدي في كل هو زمان ما فرع الثاسة والزون تاسة ولا استقبالي ثني قرن والزون تاسة ما رسيض الفلاني ورعني أخام ذي السولة ثزا ثسيس إن شاء الله هو ثزو ثسا نغيك أكن من لا ولكن أول ذي المعنى ما فرع الثاسة أدفك إمطاون إمطاون زمان سوال أقارن أمغار السوال إلى مزيد سغوال أمر كانت سنوال ثلاثة مسلين أصرب بضاك المجتمع ثلاثة مسلين أمغار السوال ومي السوال ومغار إلى قد السيولة سين الهان هذه السيولة الطاعة طاعة ربي طاعة الوالدين هذه السيولة الصواب هذه السيولة ثروكزة هذه السيولة غالخير هذه السيولة ثويزي هذه السيولة ثمشرط السيولة مغار خطر سيميت سيمغور ومذان سيميت سيمغور لعقليس إلى قام التجارة دفك الغلة إلى مزيد سغوال إلى قيل مزيد ذي غوال خطر أمغار إسعى التجربة الدونيث ذلكول الدونيث المدرسة أين رد يحفظ بنادم سيد دونيث وثيت سفارة ذي تكتافين ثيت سفارة الدنيا ذي مدينة ربي القرآن فاسأل به خبيرا خبير معنى إكسبير خبير ذي الآية النظنينات ولا ينبئك مثل خبير ورك دي فكن ثيذة الخضار يصحان الخبير أمسنا ونجرذن ذي الدنيث
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمغار السوال إلمزي تغوال باش شوري تسيليان ومقارن الصراع ير الأجيال ما إلا ما تشيكا ذهو الدون أمشطو حاسيني ومغارو السين ضارا وإن غاسينو تجرف ضارا إذ غفرويث بروي ذيني ميلا قذ معوانا أمغار السوال وذي اللي جرس ما يسمى بالتكامل. أشو المعنى التكامل؟ كولي وندا شو يسعى الجامعة قيمي قفنا يونفك بالرأي دايا وريسعي والو يسعى الرأي يفكاد الرأي يخي قرنك الرأي وريس نزو ذي السواق السواق زنزو كل شيء إلا وين نزورا ذي السواق سيكسن الرأي ويضيفك دخل نغيوغ دخل أكيد يوسع إما أخيان الجامع إما يساد ذي الهدية ذي الهيبة دوناسيو نغيوساد سو ذريم نورمال ويضيف كادا ذريم ويضيف كاد ثيذي كل يوان مدنس سوى ربي يقم ذن في صلى الله عليه وسلم الصحابة إن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ماشي المعنى يسوي يا سعينا نرى الرحمة سعينا كل رحمة ولكن ديوسن الصفة يدي فرار في الناس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أم بعد وأشدهم في أمر الله عمر عمر بن الخطاب معروف سل عدل ينس يقرد في ذات ولا ما قر يحث معروف اسمه عمر الفاروق وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان الرجل الذي تستحي منه الملائكة في الدور أم بعد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ جوثنت مشاهوت سيدنا عمر نيس لولا معاذ لهلك عمر يفكه ضرب بذا عرضي أم بعد وأعلمهم بالفرائض علم الفرائض زيد بن ثابت كل يوم يطفد ثما كل يوم يطفد ثما ينس المدينة ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح أيضا دنيغا ولكي باش يدير التكامل ويتسير الصراع إلى قذيلي التكامل في التكامل عمار وفي الصراع دمار يلا إن يا سمغار السوال المزيد سغوال أمر كانتي سنوال أمر كانتي أربي في كاغي مسن في الدغا إفسن ذي غدينيغ ذي ثقفيليث ثيكوال يمغارني مزولة حرش مليح أسلني المواعظ المشايخ انتشرعيث وكذا أسدفكنا مسليها مشطوح ذلفني أثن تران من نظر ساقي لي سر ذي الدعاء أكون يفكى ربي السر ذي لي سر اللي سر أقي يهضر ضربي في الناس أتصل الآيات سلامي الآيات مزواروث إديوسان دي سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أديقار وتفرد سي الشدة ولا تمسل الدونيث ما إلا يمذان أطفن سي الشدة وتفروا يارا ما إلا وتطفن سي الشدة غتفروا والذي دعوة الخير قال إن شاء الله هتفسي إن شاء الله هتعيو الشدة إن شاء الله هتعيو الشدة لا ينظن في سورة النساء الآية 28 ربي ناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي فغى أذي السخفف اللاون أي غير ذي الظليث وننزمير هذه الظلس والدود هذه الظلس تغيميث موري زميرا استغيميث هذه الظل في ذي سيفوس نغ إذي سازل ماض نغثين هنيث المهم هذه الظل موري زميرا لغذير القفلة سقطت عنه القبلة وقيقان استخفيف الإسقاط وين غفد اللي دننا سوى الدوذر تغيميث وين قرن استخفيف الإبدال هذا إماذا مسافر فظلي ثنطور أربعة أذي ظل كان سناث العصر أربعة أذي ظل كان سناث
العشاء أربعة هذه الزار كان سناف ثقي ذي الرخص ذي الشرعي ربي فغادي يستخفف أخطر مسافر هذه يعيو يحواج لي سر ربي في كياس لي سر أشي قارولة تزغليت أتنقص يرنا زاليت طورك في العصر سدوك لي ثانت فرنسيا كي مثلا سيثا دارث في وضع ولو كان على الصنام نوقف الصنام إدناك طهور الزال ركعتين طهور ما كل الشيخ اللي قد زاده كل الشيخ إنما جعل الإمام ليؤتم به المعنى يسي الزول أربعة زاد أربعة إما إلا الزول وحديك القفري غادي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا النبي عليه الصلاة والسلام ذا قلت لي سرا ذا فلاحة خرزض مقدن رها الزل ذي الخلا ذلي سر ما شلم ذي الجامع ما تفضل الجامع كني خير إما يطفك الحال ذي الخلا الزل ذي الخلا أثل قضاء زمور أرس الدو الزمور في الزل ثلاث دي لافيون الزل ذي قني بلا ما ذكر رضا يرنا استغيميث وسقرارا وشوفور ني لافيون ريتار ذا القبلة الزل لكن كانت الليل كثيرا القبلة سيما كفوطة زالي فيه أدين تقوايو ضغوري تصوضارا يعني لافيون سان كانيس سان خط السير ولكن إذا غذي اليسر زار استغيميث الخير البح بسم الله ما شاء الله ألورت فيك الحال ذاكي كان أتزار الطور ركعتين أتزار نوض العصر ركعتين ودي قاس جمع تقديم قصرا إما لستو فضارات حارة وضنا كذا روح ألا مثل الخمسة والستة والسبعة الزال طهورة كذ العصر جمع تأخير قصرا ويقانص الظهران يكشم دل المغرب الزال العشاء كذ المغرب العشاء آن ثحارة ثنغم الشغول لضو لشان دثاغ ثلوضو الريت لما ذو العشرة وذو الأحدش الزال المغرب تنقير ثو كذ العشاء وقيذ نيسر أكني الذي الظليث الذي رمضان إلا ذي الحج سي الأحاديث المشهورة في النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج إن شاء الله هاد حج ماك إن شاء الله أتزرم أمك ديني دينا الشيخ ذي الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كيني زوار غوا سقرا غوا أسنين لكن ديننا النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وقيك ذي اليسر الدين دين اليسر ذيني مغدينا ربي ذي سورة النساء إناد الآية 28 يريد يفغى لفغي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذاغ الآية نظن ذي سورة الحج ذي الآية الثنقروث الآية 78 إناد ربي سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج الحرج مرفوع يعني ربي سبحانه دي قار الدين غير ديفكا ولاش ديك الحرج خفيف فسوس يسهل اسيلي كان النيه وذي الاخلاص كسر في ولي اكسر ولي في ولي ربي ناد ذي سوره الانعام الايه 162 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين خدمي يا ربي ورتسقال سورة الكهف الآية ثانية قالوا 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثلاثة مثلا مين فهم ذي الأحاديث ذغلات النبي عليه الصلاة والسلام إناد يسروا ولا تعسروا أغيتوا ليه غليسر ليسر ليسر يسروا ولا تعسروا أدي قارن في وش في صلى الله عليه وسلم وتفرسي الشدة سرحي ومن ذي الحون يسروا ولا تعسروا وفي رواية يسرا ولا تعسرا وثبت عنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما من مي إسوس اختار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قد يختار هذا يختار دائما في السوسن أين ليسر ليسر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وسبحان الله هذا رحيون مثلا تزول الطهور خامي أم بعد تعدد ريف الجامع
سيدي الشيخ إقامة الصلاة أش أخذ مرض ما تبغيضة ما تبغيض إيش من الجامع عودي الظل فيه يوث انطور في قخام زولت وحدي الشيخ يخدم الإقامة إيش ما كذ الشيخ الظل طغور وقيد أخذ لي سر فظلي في النموي تعوض ذاشوت ساعة أربعة الأمور أربعة يا إما نحسب ذي الفرض خطر فينا كل جامعة في فينا بخام فقي بخام فينا الجامع ساعة 27 درجة هذا نحسب ذي الفرض يا إما نحسب ثقي الظل الجامع ذي النافيلة خطر زول طهر ذاين الدمينك زديث ذمتك بريئة منطقي لوجيك زول دخان فين متعوض النافلة يا ناس لا جردم قران ها ثانسين هكدر نغوايل في السنة ثني أتجفر السيكس أين خصن ذي مزواروث لا جفار خطر ولا شوارا ديني نزلق سواسوا أي غرمي كيف تنزلي تشدنيني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بلك يروح على الخشوع نغفل بلك نخدم الركوع سواسوا بلك إلا شنتو يلا أتنحسب ذا جفار أتجفر أين يخصن دي ثم زوارو ثني أثن ثلاثة ديجا إلا ويس أربعة اسمي ستفويض المعنى يس ثني ذا ربي ذبرق روي الشغلي إن كيني زول خذنت خذم ثاقي ذا الفار ثاقي ذا السنة ثاقي ذا النافلة الشيك زرنا شو ينفع نكيني أما رزقيش مرة ثوكلة ربي ثوكلة تسقار ربي خدمة الرأي فقياك ذني سرة أربعة يبرداني قلان أربعة وقيد الفقه تشرعيث بيم تشرعيث النغ ذيك سلي سر ولكن تورا يثمثن أدنو غدر ثوثرث النغ ما شاهو ثوثرث النغ في كوالا سبعة ذي الشغالة بلك يونا في الظرف أكا الشفر أذي خذم القيرة أهيني الظرفني 50 سنتيم نغ 10 سنتيما يا حاصرة يا خويا ليسر وتطفر سي الشدة ما يطفي سي الشدة أتغد الشدة صافي ليسراقي نغ اليسر منهج حياة منهج حياة إلى قاني ذير سليسر باش نفغاك غليسر هاثا ظروفات نزوار ذيكسن أنو غالر تريكاف آثو فغال العقل ذا غذي تريكا الحاج رمضان محفوفة في الله سيعفو يرحم سنما كاسفرويس المسينا إن صلاة في النبي الطهر نتسان ذفاف الشفاعة فقسط الموت زيغ ثوعر أشحالي فرذان الساعة إكفغو يغزي في العمر لابد دور الساعة ألمي يغر الثا إن الفساد الموت الحرف الثا الصورة يوثه ثوثا الروح يسعد المرثا لاد تسن الوراثا كل يونكن يتمني يون في طيسفو تراكتور لوكات سامي ذا تراكتور ثرويث بروي ويض في طيسي ثحانوت حانوت فينا انت مذينت ذينا ويض في طيس كوليون اندف طف في طيس وقيت فنسي الشدة هاتان الشدة وعظم الشدة ذيني صافي ماشي الشرع ذنوكني إتي تفنسي الشدة وما السهل أماما ربا غدي قروحة فضوم سالفريضة المتيفرة ذي الله يعصي الله يلان دي سورة النساء مثلا الآية 13 إلى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما روح كان ليسر أذيك بلاد مطمع أذيك استحرشي أذيك سكل شغالني إذ غا كل شيء يدير ذي ليسر يرنا إيه وياك كان ولا ذين ورثا ورثا كان ماشي هكا وغا ذي ورثوا وذي ورثوا
المد يسبب في سن الصح ربي دينا ديال القرآن سورة الحديد الآية 10 تسدي الآية بوزالة الآية في سورة بوزال حديد الآية 19 ولاية البويرة رقم 10 باش نشوفوها سورة الحديد الآية 10 رب دي قار ولله ميراث السماوات والأرض أذن سلي ورثني ذرار أذن سلي كلش كلش ذي خامن ذلو زينات كلش ذي يغالي ربي صفية دنج كلش إهما لا يني غاون أسن سرح كان ذي السر ذي لي سر أدنو غالا خدامك ذوني استخداما استخدم ذا خدام أخوي العزيز فخلصيث ذا خدام ايرسد سي الحياض ينس الحقيق يلا ناك انت مسفهم مكل سمانة ناك مكل كانزة نقارني مغار نزيح 15 يوم ناك كولا قور خلصيث نبي عصة السلام يناد حذرث في ذي وخدام سيدي ينام يناد أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولا شو دين تقنسوا ولا قيسي وانسى يعني افكاسي وخدام الحقيس قبلت كاو في ذييس إيه ذيني مقارن ثوار في ذي وخدام إيه ثوار في ذي وخدام ولا ما فحصلوا ولاش روح الآية 280 من سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ميسرة معناه وتطفرس الشدة أما ذار الطال في النظاس أكثني در غور ديث الدون يوض وقول ناس الله غالب ورزمي غارة ميروح الغورس أكبش هذه اللي سر إن سكت صغارة سمحي خدمي لي سر سو سعي إلا قاش يفك لي سر خاطر ربي سينان وجليث سوسع في اللاس وتتفارسي الشدة ما شمزك للجاهلية أسينا تخلصض ناخذ الريبة هذه روح لو طول دانتي غادي تسالي 5% 10% خاطر الريبة الحرام ربي يناد ويسكنو ثري ذريمان خاطي الآية 275 من سورة البقرة ثناد وأحل الله البيع وحرم الربا كل شيء الذي كل شيء ذن دي القرآن ولا شك يستغفر لك هثن ليسر هثن تفرا فرانتياك ولا القفر إذ ملحون الغاشي طوموبيلات مقرد كان ما تفنس الشدة أولا عني غخان ذي السولة هذه ضروعين تزرام الرفراف إفردان أكي السمان تورا لن غشي ميكش ما فريد هذه الشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله الغشي يتسفين يتفرفيرن تفنسي الشدة الحريص أي غير أخوي أي غير أخوي مياكا إثل هذا العقل لو كان لو كان دي زورة الحمق أي ردني غوالاقي ما تفنسي الشدة أي ضرو خسار ما روح ندي لي سر هذا عديناك وهذا وضناك إلى آخره يكل أمور ندوني ثيك أكن ملان أما ذي ثواشولت أي نعنان ثواشولت أما ذي المجتمع ذي ثمتي أما ذي الثقافة أما ذي الشرعيث أما ذي الاقتصاد أما ذي السوق البيع والشراء أما ذي ثلوفة أمور عني أخام ذي السولة ما تشي ذي العيف هذا مخلف المدن ما تشي ذي العيف سورتو ذكو نفذو زرمي غرا نفذو خاطر نجمع لي زيمي قريتني حرز ربي لا سلام انسن في كوال مي ديك الشمكانه ديال حريك الظرفني يسد مرحبا شي لي الظرفني وقيلا تبد الماس ماشي ياك حاشا مرحبا يسنا اي غريفا لا سلام انوان نحمليكم نعزيكم ولكن قرار اشتغل ترونكيل تايا كان مرحبا يسوان نفرح يسوان غلا معليش اين لاقني لاق ماشي كان ميمو قال لي سان كونجي اتصديوني ودقور اقول الكونجي يوجد باش يرتاح اوا افي خدمه كل كيره ذاك ادي جبد ذاك الدوسي وذني سلعقل سرحي لي سر لي سر في حسيفين وكثي قديمين عادي انا عيش تورا وان مقفر زاف يرنا غنمث انا مثياك
ورب دي قال واتقوا يوما الى قد تحزف مي وسنيا قالوا الايه 281 من سوره البقره سبحان الله تلاقي ثوساد يرثينا دينا ثورا اكتايض يدي هرن فين يعني التجاره العقود وكذا الى اخره الايه 281 ربي ناد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دي قار حزفث خممثي وسنقارو ذياتو غالماك ربي سبحانه أم كليون أي نزرع ذي الدونيث أثي غلث ذي الأخرث والدونيث والزيلث ولا ما غزيفث سقسي ونسى عن 90 سنة أخي والو والو 90 سنة يجي عدن تد استزلا ألور مادام كل شيء يتزال الشيخ محمد أذي أظهر بفلاس إناسي الجاريس ولاش تصبح يثور نسى ثمديث يكفياس خاطر وين يفغيث العقل يفغد الصبح الله يبارك تزمر تلا زريعة تلا فيوغوا تلا إلى سمك تلا إنا يس كل شيء إلا تزمر تلا زريعة تلا فيوغوا تلا أذكر زغذر رزغر الجهد قلت يقول يسفغ العقل الشيخ محمد ينسي الآخر فينا غير تراجع الناس فينا نو فينا مازال فينا سبعة مليح فينا ذاك يكسكليخ الشيطان سي الغفلة وربي لي سورة الأعراف الآية 205 هادي قال ولا تكن من الغافلين أم خلوقني اسمي سينا كالشيخ محمد إلا قاسي فيك شوية تقبايليت باش هادي دقس يفغى ما فيه هوز قرن تقبايليت يما كما يهوزيك يعزيك سيني مسلاي إجماك ما يهزيك باش تدوق صد ما يهزيك يعزيك ذا الشيخ محمد يهزيث اخاطر يعزيث الى السن ذمي غير تنجديث ادي فك ربي الصبريث نفسيث ولاش تصبحيث ورنسايث امديث ولاش ايض ورنسايث افجريث الى سيفغيك العقل اتشكر صدادر زغر الي غريج نكرزيث يعني ما استعرض الجهد ارنو كمليث كمل الشرز ولا ذي جني غادي ولا شوك زمرن هذي كرزي جني نسيف غاثي ديس دقس باش اديو غلغ العقليس هذي خدمي الدونيث معليش ذيني قلاقا وهذي خدمي الاخرف اكيد دينا ربي سبحانه سنة تذرين يقارن يمغارن اكينا غي الصربي ذي سنة تذرين ثم زوالو الثاقي ذين الله ثايض سنة تراجون وربي ناثيد وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا او اثنيسين فلم الدنيا غاولا قايت مثلا باش تفرسي الشده ولا شو يقولون سايتي فراث ولا ما يغلد الخلاف يريم ذانا يروث مثلا ير الجيران يري شريكان ذي السوق ذي كل مكان ربنا في سوره النساء الايه 65 لوردونونس الله يبارك إناد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ذو قيد الدين الناغ ذو قيد القرآن الناغ وربنا في سورة الإسراء الآية 9 إناد إن هذا القرآن يهدي يتوليه للتي هي أقوم ما نطف قوى لربي قوى الفي صلى الله عليه وسلم أن ذبعك وفريد سلامة ورثكين دماء ذا فريد السر ذا فريد اللي سر أكني فك ربي السر ذا اللي سر ثلاثا سر جغون ثلويث أرثي من اللي سلام ربي في اللون.